مساء الخير يسرى. يا مساء الفل والورد على الحلوين. اشتقت لك. انتوا وحشتوني، عايزه اقول لك عايزه ارجع لكم تاني، وحشتوني. اهلا وسهلا فيك كل ليله ان شاء الله. يا ورد منوره يا ست الكل. يا حبيبتي ميرسي. وايه الحلاوه والجمال اللي احنا فيه ده؟ ياي ميرسي خجلتيني. لا 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 زي القمر. تسلمي يسرى. انت اول مره، هيدا اول تعاون يعني بتتعاونوا انت ورد بالعمل الواحد، فيما لو منتج اجا وسالك او عرض عليك قال لك ورد تصلح لاي ادوار لجذبه الى السينما المصريه او للدراما المصريه، شو بتقولي؟ هقول لك حاجه، ورد ممكن تتقمص اي دور. انا اول مره في حياتي شفت ورد كنت اتفرجت عليها في اسمعان، يعني انا كنت متاخره شويه ان انا يعني اعرف ورد، بس انا لما شفتها في اسمعان يعني حبيتها جدا جدا. واتذكر ان احنا مره كنا تقابلنا في الطياره سوا، وعرفت ان هي ورد الخلف، وقلت لها على فكره انا بحبك قوي وانت فنانه عظيمه جدا. كانت اول مره الاقيها او التقي بيها. لما اشتغلنا مع بعض انا عايزه اقول لك هي ممكن تتقمص اي حاجه، بس هي تحب الدور وهتلاقيها بتعمله زي ما اتكتب بالظبط، زي ما هو لازم يكون بالظبط. ورد عندها طاقة فنية غير عادية، ورد ممثلة وفنانة ممتازة فوق الممتازة، احساسها غير طبيعي وكإنسانة كمان. تسلمي. بعدين انا انسانة عظيمة. تفضلي ورد. انا اصلا ما لقيت صعوبة بالدور ابدا. نعم. لانه الصداقة ربيت دغري، خلقت دغري، فما كنت عم لاقي صعوبة ابدا، كنت عم فعلا عم بقول الاشياء وعم حسهم، ومثل ما قلت قبل انه انا اكتسبت صديقة بفتخر فيها وبعتز فيها. يسرى بحبك. يسرى انا كمان يا ورد جدا. يسرى بدي اياكي تضلي على الخط ثاني. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، هي على فكره ورد قد ما بتكون باينه انها منطلقه، هي انطوائيه جدا، هي صعبه حد يقتحمها بسهوله. يمكن انا قدرت شويه اقتحمها شويه لاني فهمتها، وده يعني مش عارفه، يعني يمكن من الكيمستري اللي حصل بيني وبينها كأصدقاء وكأخوات، حسيت إن أنا ممكن يعني أعرف أقتحم شوية الخصوصية بتاعتها، مش كده يا ورد؟ فعلا حبيبتي. أكيد أكيد. يسرى بدي إياكي لو سمحتي تضلي على الخط تحضري معي ما تقوله ورد الخال عنك أنت، خليكي معي على الخط رح آخذ رأيك لو سمحتي. شو عم بيصير؟ بذمتكم أنتم بني آدمين؟ لك ما عندكم دم؟ وانت عشان عم تصرخي؟ ما شفتيها لامك جوا نص ميته؟ شو بدك تخلصي عليها يعني؟ فوتي وعي احسن وقولي لها كل مصايبك هيك وتخلصي على نقطتين الدم اللي باقيين فيها. يا عم بقرفكم، رح تموتوها بهمومكم ومشاكلكم، ما حدا فكر فيها ثانيه. معلش انسوا حالكم شي مره بهالعمر، فكروا بغيركم، فكروا بهالانسان اللي جوا اللي كل عمره حامله مشاكلكم وهمومكم وناسي حالها كرمالكم. مريم وقعت لأنه خافت يكون مصيرها مثل مصير هيدا الرجال اللي راح من هالحياة من دون ما أجلكم كلب يحس فيه. كل واحد غرقان بهمومه مغرقة معه، ما في جنس الإحساس. ولك متحديكم إذا في حدا فيكم فكر فيها شي مرة، مرة بس. شو بتحب؟ شو بتكره؟ شو بتحس؟ شو مشاكلها؟ أبدا أكيد، لأنه كل عمركم ما بتفكروا إلا بحالكم، مش شايفينها أصلا لأنكم أنانيين. بس هالمرة خلص ما قدرت بقى تتحمل، انهارت. حسوا معها، اعطوها فرصة لحتى ترجع توقف على اجريها وتقدر تتحملكم من جديد. وبعدين جربوا تفكروا انها هي بتحس. ايه بتحس، هي انسان مثلها مثلكم، يعني مين احساس. الزيارات ممنوعة بامر من الطبيب المعالج، اعطاها منومات لحتى تنام وترتاح، ترتاح منكم. فلو سمحتوا مشرفتوا ما كلفتوا. يسرى زفة.
يسرا عملت مشهد ده زي ماستر سين، يعني ده ماستر سين وهي عملته بشكل غير عادي. يعني بص ورد بتحس كل كلمه هي لازم تقولها ولازم تقولها ازاي. يعني مثلا افرض ان انا براجع معاها مشهد بيني وبينها وفي ديالوج، هتلاقيها هي بتراجع مشهدها هي وديالوجها هي اكتر ما هي سامعاني، من كتر ما هي عايزه تبقى حاطه كل التفاصيل في كل كلمه. تكون انا وياها مثلا هي عم بتقول اللاين سبولا وانا كمان، انه هي قالت بعدين انه انا ماني كثير واثقه من لاين زبولي، بتسيها ليسرى بضل قاعده انا بتقلي هو ما في انا كمان كل شيء بترجع بتعديها للجمله 600 مره، ما بنرجع بنعيده من الاول. يسرى حتى اختم معك، البطوله المطلقه تنتظر ورد في مصر؟ فيني انا جاوب هذا السؤال؟ ابدا ابدا ابدا. عايزه اقول لك ان ليها معجبين كتير جدا في القاهره وفي مصر، وليها طبعا معجبين على مستوى الوطن العربي كله، بس في مصر فعلا حاجه اعجاب كم من المشاهدين لا تتخيله، هي واستاذنا الكبير رفيق وكارمن حبوها كتير وعناد وزباديهم. طبعا هلا بدنا نسلم عليهم ونحكي عنه. النجمه المصريه يسرى شكرا لحضرتك. ميرسي ميرسي سيفا على مداخلتك الكريمه. باي حبيبتي. شكرا ورد. كنت بدي اقول لك بتسمح لي جاوب على البطوله المطلقه؟ اكيد انا بعتبر وقوفي قدام يسرى هي بطوله، هي ضرب مرجبه. نعم. فانا بعتبر انه بطوله اني مثل مع يسرى. حلو حلو.